صباح الورد من معن. اهلا بعودتك يا رعد، ومعك كل الهوى لا تطلعنا على تفاصيل اكيد الخاصه بمعان. تفضل. يعطيكم العافية. يعني حقيقة وقفتنا زي ما حكينا بالصباح الباكر وغير اليوم مع شباب وشابات من محافظة معان، حقيقة يعني مبادرات خلاقة، ابتكارات، مبادرة معان سيملاب، مبادرة يعني خلاقة، مبادرة تعنى بالشباب والشابات، تعنى كيف يمكن أن نوظف الكمبيوتر أو الرجل الآلي الروبوت بطاقات الشباب. للحديث أكثر حول هذه المبادرة وأهمية هذه المبادرة معي على الهواء مباشرة السيد محمد الخطيب قائد المبادرة. صباح الخير. صباح النور. هلا. صباح الخير لارا. صباح الخير كساندرا. باسمي باسم أسرة مختبر معان ستيم اللي هو معان ستيم لاب، بنهني صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده الميمون، وكمان نتمنى له وفير العطاء والجهد إن شاء الله، ونتمنى له أن يبقى الأردن عزيزا شامخا. في البداية بدي أحكي عن بدايتنا كمختبر معان ستيم، كيف بلشنا إحنا من خلال مجموعة من المبادرات كانت إحنا واعين عليها، فبلشنا إحنا فكرة بلشت عنا خطوة بخطوة. بعدين انطلقنا من مؤسسة الملك الحسين بالتعاون مع USAID المشروع شباب القوة، كان الممول هو والتنفيذ مؤسسة الملك الحسين. اخترنا المشروع اللي هو معان استملاب لحتى نوفر لأبناء محافظة معان الفكرة المستقبلية، لحتى يكون عندهم وعي للتطور الهائل في العصر الموجود عندنا، ويكون عندهم مواكبة للأمان في التعليم. فاخترنا اللي هو مصطلح استم اللي راح يوضحه كمان شوي كوتش عبد الرحمن إن شاء الله. بلشنا شغلنا حبي حبي زي ما بيحكوا بالمصطلح العامي، فإحنا راح بنشتغل على نظام الروبوت، بعدين اشتغلنا على الطباعة على 3D، بلشنا نصمم مجسمات اللي بتخدمنا في منظومة التعليم، ودخلنا قوانين الفيزياء والرياضيات في كمان اللي هو الروبوت، لحتى يكون عندنا تطور في المجال هذا، ونلاحق كمان ونواكب العصر ونواكب كمان التكنولوجيا. يعني من أين أتت هذه الفكرة الخلاقة؟ حقيقة فكرة مميزة أنا لأول مرة بسمعها. وبصراحة إحنا في عندنا متابعة للتكنولوجيا العالمية ومواكب التطوير العالمي والتعليم الموجود في أوروبا، نحكي أوروبا الغربية. فإحنا بلشت فكرة موجودة من هناك، ومؤسسة ملك الحسين هم بصراحة ما أثنوا علينا نهائيا ولا قصروا معنا في أي جهد، فهم يعطونا التدريبات الضرورية واللازمة لحتى إحنا نواكب هذا الإشي. فإحنا جتنا الفكرة بعد ما هم إجوا عنا وعطونا تدريبات في محافظة معان، لحتى تكون فرصة لأولاد معان وبنات معان في المستقبل إن شاء الله، طبعا بتمويل ودعم من مشروع شبابنا القوة USAID. طيب يعني ما الغاية، ما الهدف من هذا المشروع؟ الغاية اللي هو الابتعاد عن نظام التعليم اللي هو التعليم اللي نحكي التقليدي أو الروتيني الممل. فإحنا بدنا نواكب الإشي هذا من خلال الفيزياء بس أو الرياضيات والتكنولوجيا والهندسة، وندخلها في الإشي الجديد اللي هو الروبوت. راح يكون عندنا الإشي تجريبي، الإشي عملي، فهو لما يمسك الشغل بإيده يبلش يطبق القوانين الفيزيائية بشكل عملي أفضل ما يكون نظري ولوح وطبشور أو لوح وقلم فقط. طب كيف شفت انطباع الشباب والشابات من خلال التدريبات المختلفة؟ احنا خلصنا مجموعة تدريبات، راح احكي انا كمان كوتش محمد، ما راح احكي كل شيء انا، خلصنا مجموعة تدريبات. احنا مجموعة التدريبات هذه كانت هي في مختلف محافظة معان بالشوبك ومعان، وراح يكون توجهنا ان شاء الله للبادية الجنوبية. بالاضافة كمان عملنا ورشات للمعلمات والمعلمين لحتى يكون عندهم دمج في التعليم التكنولوجي بالمستقبل ان شاء الله. طيب يعني كلمة أخيرة توجهها اليوم المشاركين ومشاركات من هذه الدورة. بصراحة أنا الإشي هذا جبناه لحتى يكون في عنا بنفس محافظة معان كقصبة وألويتها يكون في عنا تطور، وإحنا يكون في عنا دمج بالتعليم الحديث، ويكون عنا فرص لحتى للأمام يكون ندخل التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وندخل اللي هو نظام الأمن نظام الحماية، ما يكون نظامنا تخصصات العادية. فهذا الإشي كان له نقطة انطلاق إن شاء الله للمستقبل. أنا بدي أشكرك محمد الخطيب حقيقة قائد هذه المبادرة على هذا اللقاء الخلاق، اللقاء يعني اللي حقيقة إحنا بنشكرك جزيل الشكر اللي إطلعتنا على هذه المبادرة المميزة. أشكرك سيد رأتك العافية. شكرا. أيضا معي محمد كريشان عضو الفريق، يعطيك العافية. يسعد صباحك أستاذ رائد، يسعد صباح مشاهدين الكرام على التلفزيون الأردني والإخوة أسرة التلفزيون. إحنا الحمد لله في معان ستيم لاب طلعت مبادرتنا من رحم المعاناة. نعم. وشفنا قديش الاحتياج في معان لهذا الإشي. نعم. إحنا في معان طبقنا 3 تدريبات لليافعين الذكور والإناث. نعم.
كمان شغلة ثانية، احنا طبقنا ورشتين عمل للمعلمين. كان هدف ورشتين العمل للمعلمين اللي هو ادخال مبدأ الروبوت والطباعة ثلاثية الأبعاد في الحياة المدرسية، وكمان لانه احنا مقبلين على فصل دراسي ثاني، فاحنا كنا متشجعين انه نعطيهم هذا الاشي قبل ما يدخلوا على المدارس لحتى يكون في دمج لهذا الاشي عندهم في حياتهم التعليمية كمان للطلاب. شفت تفاعل الشباب والشابات مع دورات تدريبية بشكل عام؟ والله ما شاء الله الكريم، شفنا تفاعل يعني بدنا نحكي لا يفوق الوصف يعني. من الشباب في محافظة معان، يعني بدنا نحكي عن المحافظة بشكل عام، معان وقراها، كان تفاعل كبير منهم. وكمان يعني احنا شفنا فيدباك على تدريباتنا اللي عملناهم كمان رائع جدا، شجعنا الايام الجايه نستمر ونستمر بشكل اقوى ان شاء الله. اي لقطات من زميلنا مؤيد خوري حقيقه باخذ لقطات للريبوت الرجل الالي، تحدث عنه. يعني ان شاء الله انا ما بدي بس انه اسبق الحدث للكوتش عبد الرحمن، راح يحكي اكثر عن مبدا الروبوت. هذا هو الروبوت اللي احنا الايف 3 بنحكي عنه. هو هذا الروبوت الايف 3 اللي طبقنا عنه وحكينا وكان في تدريباتنا بنحكي عنه اكثر. وهي الطابعه ثلاثيه الابعاد، كمان شوي يعني الكوتش عبد الرحمن راح يحكي عنها بشكل اكبر. إذن كل الشكر لك محمد كريشان، عضو المبادرة وعضو الفريق. حقيقة يعني مبادرات ترفع الرأس من هنا من معان، وحقيقة زي ما حكيت في كثير من لقاءاتي، معان يعني ولادي للمبادرات والابتكارات التي تعنى بالشباب، والشباب كما وصفهم سيد البلاد في كثير من منابر الدولية وفي كثير من اللقاءات وكثير من الخطابات كان يوصفهم بأنهم فرسان التغيير. بدي أرجع لك لارا وكساندرا مرة تانية، وصباح الورد والياسمين والفل والريحان من هنا من معان، وراجعين لكم بعد قليل مع شباب وشابات أيضا نأخذ انطباعاتهم عن هذه الدورات التدريبية. راجعين لكم وصباح الخير.